يا مساء الخير، كيف اخباركم؟ شو مسويين؟ طبعا رجعت لكم بتحدي جديد مع عائله افاتار وورد. اليوم الضيوف عائله افاتار وورد. في هذا التحدي بروح اجيب كل بعد فتره ضيوف جداد يعني للحلقه. طيب ايش هو التحدي؟ التحدي يمين او يسار؟ طبعا راح اجيب ملابس على اليمين او لبس على اليمين ولبس على اليسار، فراح راح اخليهم يختاروا يا يمين او يسار اللبس، سواء او الشوز او الاكسسوار او اي حاجه. طبعا من عائله افاتار وورد من اكبر شيء ابو زيزو. راح نبدا اول شيء بابو زيزو وراح نشوف كيف راح يكون التنسيق حق ابو زيزو. متحمسين؟ اذا انتم متحمسين حطوا لايك، واذا مو متحمسين كمان برضه حطوا لايك، وحطوا لايك واشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان انزل لكم كل فيديو جديد اسطوري وتشوفوه على طول. الشخصيه الاسطوريه ابو زيزو اللي ماسك ما شاء الله المسلسل كله وعامل لنا حاجات كثيره. فابو زيزو اكيد انت مستعد للحلقه حقت اليوم؟ ايوه اكيد مستعد. تخيل يعني اجلن هنا واكون مو مستعد؟ يلا يلا بسرعه، انا مره متحمس للعبه وبشوف ايش راح يصير في النهايه. اوكي ابو زيزو متحمس، فانا هنا ما راح اخليه يشوف الملابس وراح اغطي عيونه عشان ما يشوف الملابس اللي انا جايبتها، فهو بس راح يختار يمين او يسار. خلاص فهمت اللعبه يا عمي ابو زيزو؟ ايوه فهمتها يا بنتي، يلا بسرعه خلينا نبدا. زي ما انتم شايفين دحين انا خلاص غمضت له عيونه، ودحين جاء وقت اني اختار له لبس واخليه يختار يمين او يسار. طبعا اول شيء ما اعرف انا ايش راح البسه، راح اختار له كذا حاجه مره حلوه، فهذا اللبس راح اختار له وهذا اللبس الرجالي. تمام، فهو راح نشوف راح يختار اليمين ولا راح يختار اليسار. يلا يا عمي انا دحين وراك، انت تختار البلوزه اللي على اليمين ولا البلوزة اللي على اليسار؟ اوه كيف يعني بلوزة؟ بلوزة يعني هي حقت بنات ولا حقت اولاد؟ ما ادري يا عمي، يلا انت اختار وشوف، انت تبغى على اليمين ولا على اليسار؟ اوكي طيب خلينا نختار اللي على اليمين، وان شاء الله ربي خلينا من اصحاب اليمين. اوكي يا عمي خلاص انت اخترت اللبس، يلا خلينا راح نشوف اللي بعده. أنا زي ما انتم شايفين هذا هو اللبس اللي على اليمين. طبعا بناء على ايه انا اخترت اليمين؟ بناء على اني انا جالسة واصور واخترت اليد اليمين، مو اخترت الشخصية. فهذا هو اللبس اللي راح يلبسه العم ابو زيزو. اوكي الحين حان وقت الشوز. اوكي هذا الشوز والشوز هذا الثاني، كلهم الاثنين بيراكبوا. يلا يا عمي ابو زيزو راح تختار اليمين ولا اليسار؟ اختار فيهم انا. طيب دحين كمان خلينا نختار اليسار هذه المرة. اوكي اليسار يعني هذا الشوز. اوكي ونشوف اللي بعده اللي هو الاكسسوار. طيب انا راح اجيب من هنا هذه، راح امسكها وكمان راح اختار هذه. اوكي خلينا نشوف ايش راح يختار، هذا ولا هذا. اوكي راح نشوف دحين. يلا يا عمي ابو زيزو يمين ولا يسار؟ ايش راح تختار؟ يلا بختار دحين، بختار اليمين. اوكي اخترت اليمين يعني راح تلبس هذه. اوكي تمام خلاص بنرجع هذه. اوكي يا عمي ابو زيزو، اوكي زي ما انت عارف ما نقدر نجيب الشعر، فاختر لنا شعر رقم شعر اللي من قدام واللي من ورا. الشعر اللي من قدام بختار شعر رقم 4، والشعر اللي من ورا برضو شعر رقم 4. اوكي شعر رقم 4 اللي قدام واللي ورا. يلا بينا دحين انتظروا خلينا نشوف اللوك حق عمي ابو زيزو كيف راح يكون. انا حاسه من دحين انه مره راح يكون يضحك. زيزو جاهز ولابس، بس لكن ما يبغى يطلع عشان اللبس مره يضحك. وانتوا جاهزين تشوفوه؟ يلا يا عمي ابو زيزو تعال بسرعه خلينا نشوفوه. ايش المهزله هذه؟ خلتوني اترك تصوير المسلسل حقي واجي البس هذا اللبس؟ يلا يا عمي معليش تعال لو سمحت بس شويه خليهم يشوفوك وبس، يعني معقوله نعمل هذا كله وبعدين في النهايه ما يشوفوا شكلك النهائي؟ يا الله توبه مره ثانيه ما راح اجي. اوكي اضحك يا اضحكي، بس حبيت اني اخلي المتابعين يضحكوا وينبسطوا، ويلا البس هذا اللبس. يلا قلت يعني ما هو حلو هو بس، لكن يلا مشي حالك. يلا يا عم ابو زيزو تعال هنا تفضل اجلس عشان باقي العائله نكمل معاها، يمكن بنكمل بس معاك انت وام زيزو ونوقف وبعدين نكمل باقي الشخصيات. يلا يلا بسرعه، المهم لا تجيبوا لي مازن عشان لا يشوفوني بهذا الشكل، عشان لا يمسكها علي. اما الان مع اطيب قلب واكثر شخصيه الناس تحبها واتفقت في حبها اللي هي ام زيزو.
طيب دحين رح نجيبها ورح نختار لها ونشوف ايش رح تختار هي من شخصية ومن شعر من لبس قصده ومن شعر ومن اكسسوارات. صح عم ابو زيزو ما اعطينا لا حلق ولا شيء، فما ادري دحين انا استحي اقول له البس حلق، فخلاص يلا نمشيها الوادي المرة. فاذا تبغوا جزء تاني اسوي له هذا التحدي كمان اكتبوا لي في التعليقات عشان اسوي له. يلا بينا نستقبل الشخص الثاني اللي هي ام زيزو. مرحبا يا عالم زيزو، كيفكم اخباركم؟ طبعا اليوم قررت اني اعمل معكم هذا التحدي البسيط وان شاء الله ينال اعجابكم. يلا بينا خلينا نشوف ايش راح اختار انا، وانا دحين راح اغمض عيني. اوكي وانا جاهزة. يلا يا زيزو. إيه انا محتارة ايش البسها، البسها هذا اوريها هذا اللبس. اوكي ما قد شفتوها بملابس زي كذا. طيب وهذا كمان موجود وهذا، بس هذه الملابس خلاص بخليها بعيد، فبستخدم هذه الملابس الجديدة. خلاص هذا كده دام اننا معتمدين، هذا والتاني راح يكون هذا. فيلا بينا يلا بينا يا ام زيزو اختاري لنا لبس يمين ولا يسار. انا راح اختار، يلا خليني اختار اللبس اليمين. اوكي يا ام زيزو المرة هذه راح يشوفوك بشكل مختلف، فهذا اللبس اللي هو على اليمين. اوكي طيب اختاري لنا الحين الشوز، اي شوز تبغي تلبسي يمين ولا يسار؟ انا مالي دخل اذا كان اللبس اذا كان الشوز مو نفس اللون. اوكي حبيبتي خلاص بختار اللون، لا قصدي اختار اليد اليسار هذه المرة. اوكي ان شاء الله شكلك راح يطلع حلو يا ام زيزو. يلا كمان دحين باقي الاكسسوارات او شيء الحلق، عادي انا بعطيها اي حلق مو مشكلة لانها هي بنت. وباقي ايش كمان، ايش اجيب لها؟ احترت والله ما اعرف ايش اجيب لها كمان. طيب الشعر يا ام زيزو اختاري لنا شعر، يعني من واحد الين كم، يعني ما ادري هي الشعور كم، بس اختاري الشعر الامامي والشعر الخلفي. طيب راح اختار الشعر الامامي رقم واحد والشعر الخلفي بختار رقم 6. طيب اوكي دحين راح نشوف شعر رقم 1 ورقم 6 كيف راح يكون شكل ام زيزو. يلا تجهزوا عشان تشوفوا شكلها النهائي، انا مره متحمسه. ام زيزو طلعت مره اسطوريه، مو يعني انها اسطوريه بس شكلها مره تغير، ما راح تصدقوا. اصلا لو عمي كان شافها من اول ما كانت تزوج عليها المديره هذه صارت صغيره في السن. يلا استعدوا عشان تشوفوا ام زيزو، 1 2 3 يلا اطلعي لنا يا ام زيزو. واو يا ام زيزو ايش الجمال هذا، ايش الحلاوه، بس الشعر مره الصراحه من قدام 2 ومن ورا 2 الشعر مره اوفر، بس طلعت صغيره في السن وصرتي مره حلوه وتجنني. يا الله اكتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم بالتغيير اللي صار لام زيزو، انا ما توقعت انه شكلها يكون كذا ابدا، ولا انا توقعت شكلي راح يكون كذا. شكرا لك، يعطيك العافيه على الاستضافه الجميله. يلا تفضلي معانا هناك واجلسي عشان نكمل باقي لنا دحين الشخصية الثالثة، ورح نوقف معاها اللي هي المديرة ونشوف ايش رح نعمل فيها. يا رب ليش ما قلتوا لي ان المديرة موجودة؟ لو كنت ادري ما كان جيت. خلاص يا ام زيزو لازم خلاص نطفي الحطب، ايش يعني عادي. اوف يلا يلا طيب انا المفروض ما اجي هذا المكان اللي هي تكون موجودة. اوكي اكيد تكونوا جاهزين ومستعدين عشان تشوفوا التغيير اللي راح يصير للمديرة. طبعا المديرة ما اقدر اوديها مصممة شخصيات، فراح اخذها على الصالون واغير لها شعرها، فهي بس تختار يمين ولا يسار وتسريحها رقم كم، يعني عرفتوا يعني يمين ولا يسار، اللي هي اللي هو هذا المكان اللي على اليمين او المكان اللي على اليسار، والتسريحة رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3، واعمل لها هذا الشيء. فيلا بينا نرحب بمديرة الشركة وزوجة أبو زيزو الثانية. الشركة اليوم جينا بنخطفك من هنا وبناخذك على مكان التحدي، فأنت جاهزة لهذا التحدي؟ أكيد جاهزة، وقال لي أبو زيزو على هذا التحدي وأنا موافقة وأنا قد التحدي. راح تغير شكلك للآخر يا مديرة، فما نبغى زعل. لا 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 ما عليكي ما عليكي، أنا أحب التغيير أصلاً. من جد انت انيقه وتحب الاناقه، فيلا بينا خلينا نشوف. اخلصي يا ماما بسرعه، عندي تصوير وعندي شغل في الشركه وعندي اغراض كثيره، فيلا خلصيني بسرعه. اوكي طيب دحين ايش بهذه كده معصبه. اوكي دحين راح نختار لك لوك ونشوف. يلا غمض عيني. حاضر راح اغمض عيني دحين. يمين ولا يسار راح تختاري؟
الحين راح اختار اللبس، وخلينا نشوف نحط له هذا اللبس على اليسار، وهذا هذا نشوف نخليها تطقم هي وام زيزو اذا لبسته لبسته، ما لبسته خلاص. اوكي يا مديرة الشركة، تختاري يمين ولا يسار؟ بختار يمين. اوكي تمام. طيب دحين الشوز، حتختار الشوز اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ كله يمين يمين. اوكي طيب والاكسسوارات، تختاري الاكسسوار اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ انتي ما تفهمي، اقول لك كل شيء اللي على اليمين. اوكي طيب ايش بك معصبة؟ خلاص بختار لك هذا وهذا ويلا بينا. خلينا نلبس دحين مديرة المدرسة، اول شيء قصدي مديرة الشركة، اول شيء اختاري لنا الشعر اللي من الصالون، تبي الشعر اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ خلاص ابغى الشعر اللي على اليمين. اوكي طيب رقم كم تبغى الشعر؟ ابو زيزو اختار رقم كم؟ ابو زيزو اختار رقم 4. خلاص انا كمان بختار تسريحة رقم 4. اوكي يلا بينا خلينا نشوف مديرة الشركة كيف راح يصير شكلها. الله 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 الله، انت ما حد ينافسك الصراحة. مديرة الشركة صدمتني بشكلها، شكلها طلع اسطوري وصبغت كمان شعرها، مو بس خلت التسريحة يعني جديدة. فيلا مستعدين تشوفوا مديرة الشركة كيف صارت الصراحة. هذه اصلا هي ما شاء الله عليها، واضح عليها انها فنانة، فمرة شكلها صار حلو، ومستعدين تشوفوها. 3 2 1. واو ايش الجمال، ايش الحلاوة، ايش الاناقة. متأكدة ابو زيزو لو شافك دحين راح يكتب كل شيء باسمك انتي، انا متأكدة بهذا الشيء. اوه بس يا ليت، يلا يلا خلينا نروح خليهم يشوفوني. والله حبيته اكثر شيء ام زيزو ولا مديرة الشركة ولا ابو زيزو، حبيته لمين التغيير اكثر شيء؟ ابو زيزو الصراحة يطلع مرة من المنافسة، لانه مرة شكله صار الصراحة يضحك. فدحين راح احط لكم الشخصيات كلها الثلاثة مع بعض. هذه هي ثلاث الشخصيات اللي عملتها، قولوا لي حبيتوا مين اكثر شيء فيهم؟ مين حسيتوا ان شخصيتها مرة حلوة يعني تغيرت وصارت مرة حلوة؟ انا الصراحة حبيت الشخصيتين اللي هي ام زيزو ومديرة الشركة، لكن ابو زيزو اعتذر منك مرة الصراحة، شكلك ما ادري هو بنت انت ولا رجال، ايش بالضبط ماني عارفة افرق. مو ان شاء الله يهديكي هذا اللبس تلبسيني هو انا رجال؟ عيب عليكي، هم ملبستهم ملابس رجال بس انها تشبه حقة النساء، يعني كيف انا كذا خليتيني وهم خليتيهم يعني نفس اشكالهم؟ والله هو نصيب، وخلاص هذا هو نصيبك. فيا حبايب اذا حبيتوا هذه الفكرة اكتبوا لي في التعليقات عشان اعملها مرة ثانية، وانا بفكر اصلا اعملها مع كراميلا باذن الله الضيفة الجديدة اللي راح تكون في الحلقة الجاية. يا نكمل عائلة فتار وود يا اما نجيب كراميلا، فاختاروا انتوا تبغوا نبدأ مع كراميلا ولا عائلة فتار وود. قولوا لي ايش رايكم، عجبتكم هذه الفكرة؟ حبيت اني اغير اليوم واعمل لكم حاجة جديدة. مين اكثر شخصية حبيتوها؟ ام زيزو، مديرة الشركة، ابو زيزو. فيلا اختاروا قولوا لي مين حبيتوا التغيير اللي صار فيه. وبس كذا هذا هو مقطع لليوم. في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وباي باي واشوفكم في مقطع تاني، واحبكم مرة.